يعني الملتزم اللي راه يديه بيضين ما عنده حتى شي زغبه في يديه باش نطرح لك المساله هذه. يعني باش جيت كان مريح بحال هكا وداك الشيء ديال شوف انا ريحت مع الملولي عن قرب وشو كيفاش داير داك السيد. يعني الملتزمات ديالو ما عندوش الصفه ديال واحد الانسان اللي كامل رجوليا. لحقاش اللي كامل رجوليا ما غاديش يهضر مع المثليين وغيبدا يتسبوا وياهم في اللايفات. انا دابا ملي يهضر معايا داك اللي كيقولوا اصغر ماشي يهضر معايا واحد خونا اللي كيقولوا لي اصغر مناجير بلا ما تسمي انا قلت لك بلا ما تسمي راه اللايف هذا بلا ما تسمي داك هو طنجه كيقولوا اصغر مناجير ديال المثليين الجنسيين. ملي يهضر عليا علاش ما رديتش عليه؟ علاش ما كنتش بحال الملولي ونرد على داك خونا؟ لا ما نطيحش من القيمه ديالي. يا كان مريح مع ندى حسك وقول لها عملي به ديكلاراسيون عملي به ديكلاراسيون ما غردتش عليه ما غردتش عليه. راه الا رديت عليه غتسمى بحاله خليه يهضر. غادي نعاود النزال ديالي مع الملولي ولكن غيعطيني شويه الوقت غيعطيني شهر ديال لانطريمون باش نرد فيها الانفاس ديالي. قال لك هو غادي ندبز على ود ندى حسي انا قابل بالموافقه ديالو. باغي لا شوف نزال على قبل ندى حسي لا سمعت انا ندى حسي هي قالتها بفم المانجر ديالي. اشنو ندى حسي شنو قالت لي؟ قالت لي الا سلختي الملولي غادي تبين لي بانك كتبغيني وانا هادشي غادي نبينو لك ندى حسي بعد ما غادي نتنازل مع هشام الملولي. ولكن ندى حسي ماتيرياليست هي بحال اش ماتيرياليست كتبغي الحديد وتبغي الفلوس هادشي كامل نقدر نوفرو لندى حسي. ولكن دابا حاليا عندي واحد الحاجه اللي اقترحتها عليا ندى حسي هي قالت لي تكومبا مع الملولي ولا ربحتيه راه غادي نكون ديالك بعد ما غادي نربح الملولي انا دحسي وما وفيتيش بالوعد ديالي بالوعد ديالك عفوا زلت لسان اللايف وكنولي ندخل ونخرج في الهضره فراه غادي ندير شي حاجه اللي ماشي تالي. انا غنتحدى الملولي على قبلك انا دحسي اذا كوني جلتي بالوعد ديالك وغادي نسلخ الملولي على قبلك انا دحسي كوني جلتي بالوعد ديالي. انا كنلوم راسي علاش بغيت وحده بحال ندى حسي؟ علاش ماشي بغيت وحده بحال ندى حسي؟ لا حقاش لا متكبره. انا كنهضر على التكبر ما كنهضرش على الماضي. الماضي ما كيهمنيش راه انا عندي ماضي خايب انا عندي ماضي مسخ. على ديك التكبر ديالها مشات عند الملوله لحقاش عنده ديك الكرويله ديالو وخلات نزار الرجولي نزار انا دحسي تحدى الملولي. علاش رجوله شكون اللي كيتحدى في الرينج؟ الراجل هو اللي كيتحدى في الرينج. وشكون اللي كيطلب الزواج؟ الراجل هو اللي كيطلب الزواج. وانا درت فعيل ديال الرجال ندى حسي قالت كيهضر مع الطالوني مع احتراماتي لك السيد تاهو كيهضر مع المثليين الجنسيين. هذاك راجل هذاك ندى حسي وتبدليني انا بالملولي ما تبدلينيش بالملولي. الله يهديك الله يهديك الله يهديك الله يهديك السيدي الله يهديك السيدي. صراحة جاتني واحد الهستيريا وتعصبت ودابا ركبوا في ازمة نفسية وانا غادي نوريهم نزار علاش قاعدة بلاتي. بزاف ديال الناس غادي يبان لهم غير كنخربق وغادي نبان لهم ولكن برب الكعبه حق الرب العلي العظيم وتحدى الملولي. ما كاينش الهروب هاد المره لحقاش الملولي تلقى معايا في واحد الوقيته اللي انا لا في حالة